بقولك ايه، هو انت تعرف ايه هم اغلى 4 سوائل في العالم؟ انا عن نفسي اغلى سائل على قلبي هو عصير القصب. السائل رقم 4 في قائمه اغلى سوائل في العالم هو دم سرطان حدوث الحصان. جالون واحد منه 68,000 دولار، وبيستخدم في الكشف عن المنتجات الطبيه، والطريقه دي تم اكتشافها من اكتر من 50 سنه. السائل رقم 3 هو سائل عقار LCD، جالون واحد منه ب 123,000 دولار، وبيستخدم كدواء للهلوسه، مخدرات يعني. بس الجالون فيه بركه، يعني بيكفي 55,000 شخص مدمن. تاني سائل في قائمه اغلى سوائل في العالم هو سم الكوبرا التايلاندية. على الرغم من ان لدغة الكوبرا التايلاندية تقدر تقتل فيل كامل النمو في ثانية واحدة، الا ان الجالون من السم بتاعها ب 153,000 دولار، لان سمها بيحتوي على بروتين نادر جدا اسمه اوهانيون، وده بيستخدم كمسكن اقوى 20 مرة من المورفين. اما بقى بالنسبة لاغلى سائل في العالم، السائل اللي سعره لا يقارن بكل اللي فات، وهو بكل بساطة سم العقارب. دلوقتي بس عرفت قيمة العقارب اللي في حياتنا. سعر الجالون من سم العقرب 39 مليون دولار.